السيد علي رئيس لجنة الصلح في أبو جلجل الرئيس المشترك، تأسست لجنة الصلح في أبو جلجل قبل تحرير المنبت بالشهر الثامن 2016، واليوم نعطي إحصائية 2019، المجموع 82 قضية، 9 أحيلت إلى ديوان العدالة، 7 قيد النظر، وحلينا منها 64 قضية. جميع أشكال الخلافات في دعاية أراضي، سيارات، زواج، مطلقات، حيلة دار المرأة، مشاجرات، قتل، كله ينحل. في صعوبة بحالها ولكن الحمد لله ماشيين ومتوفقين بيها، وجاء نحل يومي 2-3 أوكات، واحدة 2، يعني بالأسبوع تقريبا حوالي 4-5 قضايا نحل إن شاء الله. واللي نشوفها معقدة نبعثها ديوان العدالة، واللجنة متابعة عملها مع بقية اللجان. إذا كان ما طرفين يطلعون راضيين يتباوسون من عندنا، ما نحل القضية إلا على شكلها، ونطلب منه شهود إثباتات حتى نتأكد إنه له حق 100%، ونقيدها عدنا أمام أعضاء اللجنة ونوقع عليها، نبصموا عليها، وبعدين نبلش بالحل. لجنة الصلح تكون مكونة منتخبة من الكومينات. رجب محمد عدوش رئيس لجنة الصلح بالخط الغربي، عنا عدد القضايا بال 2019 قضية هذول اللي حلت هاي السنة، وفي 48 وحدة قيد النظر و32 حولت إلى ديوان العدالة.